طيب يوسف اوباما زي ما قلت لكم لاعب الزمالك بيعاني في اصابه في الركبه، بقاله كام يوم بيشتكي، والاصابه دي يعني جديده، واللاعب خلال التدريبات الاخيره حاول ان هو يكون جاهز، لكن طبعا الماتشات دي ما فيهاش هزار، الماتشات دي لازم تبقى جاهز 100%، يعني ما فيش حاجه اسمها اصلا انا حاسس بتعب، حاسس بوجع، الماتشات دي مش بتاعت الكلام ده خالص، ده يعني ماتشات عايزة أهم حاجة اللياقة البدنية تكون جاهزة بنسبة 100%، وده اللي طبعا هيخلي إن أوباما طبعا مش هيشارك مع نادي الزمالك بكرة أمام الترجي التونسي. كارتيرون بيدرس طبعا الدفع بالثنائي أحمد سيد زيزو ومحمد أنجم في التشكيل الأساسي قدام الترجي، وده لتعويض غياب يوسف أوباما، وكان الفترة اللي فاتت بنشوف كارتيرون بيدفع بواحد فيهم على حساب التاني، لكن لغياب أوباما المدير الفني طبعا بيفكر في الدفع بالثنائي أحمد سيد زيزو وأوباما. حرص